يكون معنا دائما للحديث بقية في برنامجكم حديث ومغزل مباشرة على إذاعتكم أصوات. شكرا على وفائكم لنا مستمعتنا ومستمعينا في المغرب في الخارج. كتابعونا أيضا بصورة عبر صفحة رسمية الفيسبوك سناء زعيم أصوات. شكرا لكم على تعليقاتكم، وكنوعدكم أنه غادي أيضا نعملوا حصة باش نجاوبوا على أسئلتكم عبر الصفحة. هذا البونيوس اليوم من بعد المباشر، غادي إن شاء الله نجاوبوا عليكم، فحضروا الأسئلة اللي باغي نطرحوها اليوم على الدكتور ديالنا عماد ميزاب. كنذكر بأنه دكتور في الصيدلة المختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب، رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. دكتور عماد، اللي منذ البداية الحمد لله كل وصفاته ناجحة كتعطيكم نتيجة فعالة بشهادتكم انتم مستمعين، بعد ما كتستعملوها كتوصيوا عليها أيضا كل من كتعرفوا. فمرحبا بكم، دائما الإفادة مضمونة والموعد مليء بالوفاء وبالعطاء معكم. سميرة معنا من الدار البيضاء وناجية من أكادير، أهلا بك، تحية للناس ديال أكادير مرة أخرى هذا الصباح. أهلا بك ناجية. ألو ناجية. ألو، يا ريت توقفي في بليصة اللي عندك فيها الريزو. ناجية تفضلي، مرحبا، شنو سؤالك؟ أهلا بك. ميرسي 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 ناجية، ميرسي بوكو. اللهم آمين. كنسلم على دكتور عماد. الله يبارك فيك، مرحبا أختي ناجية. ودكتور عندي واحد جوج أسئلة. يلا نتقاسموا معك أختي بسرعة. يلا. الأم ديال أيه عندها الكزيما وصرت تدير ليها الدواء مي ما كتمشيش، يعني ما كتحيدش. واش تبعات عند طبيب اختصاصي في الجلد؟ لا ما تبعاش عند اختصاصي، المهم شحال هذه كانت مشات عند شي طبيب عطاها الدواء ما دار ليها والو. أيه واخا، وشحال هذه تقريبا باش عند هذا المشكل هذا؟ دابا شي 15 عام تقريبا. 15 عام، الكزيما فين البلاصه عند هذا المشكل هذا ديال الكزيما؟ في يديها، في رجليها، في ذاتها؟ عندها في يديها. واخا ناشفه ولا كدوز بالماء؟ لا شويه ما ناشفه، ما كدوز بالماء يعني قليل فيها الماء شي شويه. واخا خليك في الاستماع ان شاء الله، غادي نفيدك بوصفه، ولكن غادي تستعملها الام ديالك 21 يوم. الى باقي الحال هو فضروري خصها تشوف طبيب ديال الجلد ضروري ومؤكد، لان في بعض الحالات يعني الطب العام ملي كتستعصى عليه واحد الامر كيدوز عاوتاني للطبيب اللي كيكون قاري اكثر وكيكون عنده تخصص في هذا المجال هذا. صافي تفهمنا؟ اذا واضحه الفكره، واضحه الرساله. معنا سميره من الدار البيضاء، اهلا بك سميره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعدا كنقدم لك جويز انيفيرسير بصحه وسلامه طول العمر. امين ان شاء الله، الله يخلي لك بنيتك. شكرا لك على سميره بزاف على هذه المواضيع اللي كتعطيونا، كتفيدونا بزاف بزاف. مرحبا، وحنا دائما في الخدمه. ربي يخليك خليك صحتك، وكنشكر الدكتور عماد بزاف. هذا واجب اختي، مرحبا، الله يبارك فيك. ربي يخليك، ربي يخليك اخويا اللي خطك علينا يا ربي. امين اختي، الله يبارك فيك، مرحبا اختي. انا عندي واحد ثلاثه الاسئله ولكن بزربه باش نخلي لكم الوقت. انا عندي واحد المشكل، واخا كندير دي برودوي كنشريهم كوسمي دي برودوي مزيان من لا فارماسي داكشي، عندي كي نعست مزيان كي بقيت ما نعستش مزيان عندي تجاعيد تحت العين وانتفاخ، خلقوا لي واحد وليت مزعوجه. ما عندي والو في لابو تاع وجهي، هذوك مزعجيني. شحال تقريبا هو عندك هذا المشكل هذا؟ هذا الشيء انا راه ملي كنت باقا شويه صغيره حنا عندنا لي سيغن وراثيين شويه. ماشي بزاف، ولكن انا عندي بزاف، انا صغيره في خواتاتي كيزعجوني بزاف، واخا كنكاموفليهم بشي حاجه والو. كديري دي سوان، كديري دي كخيم دو نوي مثلا؟ وي كندير دي كخيم. لا سناء راه عرفتي شحال انا كنشري بلا فائده. ولكن واخا يعني تنعس وترتاح، ولكن في الصباح ملي كتنوض كتلقى العين ديالك هكذاك منفوخين. ياك وكنبغي هذاك الشيء تاع بوغ لي كاموفلي ما بقيتش كنبغي نديرهم، صافي وليت كنزعج. سي امبيتون، سيرتو كو تيجي بالله بحال الواحد مريض ولا ما راه منفوخ ولا باكي ولا شي مال. شي مال مو شي با مال عياني. اي اقسم الله شنو ممكن انا عندي سيكونتو فعلا. نعم، هو مازال شباب، مازال شباب. ربي يخليك بعويناتك، ربي يخليك. وعندي مشكل تاع الروماتيزم ارتيكولير كيضروني عظامي، واخا مشيت للطبيب وكناخذ شي دوايات لا داعي باش نذكر الاسماء تاعهم، كنشربهم ديزانتيا فلاماتوار لي باري. ودابا هاد الايامات كلها ملي جات ايامات كورونا ملي بدات، دابا الا نعس كنوض هاكا كلشي عظامي كيضروني من تحت لو باسان والرجل تحت لا شوفي. درت لي زاناليز، ما عنديش سياتيك، ما عندي والو.
الحنية كيضرني. نعم ده. يعني كتفيق بالحريق كتحس بالذات ديالك بحالها طايحة عليك. لا دابا انا داك الشيء عندي نوبة كيجيني في الفوق عنقي جيت الفوق عنقي الكتفات. نعم. نوبة كيجيني من الفوق من تحت الباسان حتى الرجلية جيت للفاس. عندي دي كرومب كيضرني بزاف صافي كنولي نبكي كناخذ الدواء دي زونتي انفلاماتوار حتى حاجه ما قدات فيا. نعم داكو. ولكن كضرني معدا بهم. واخا داكو غنعاونك ان شاء الله، ولكن ضروري كنعرفوا ان لو ريماتيزم ارتيكولير يعني هذا النوع هذا ديال الريماتيزم كيكون عنده على او كيكون مرض مزمن، فضروري كاين خصنا نتبعوا الادويه ديال اللي كيعطينا الطبيب، وان شاء الله غادي نعاونك وصفه للشرب وصفه للدان ولكن كوصفه مساعده فقط باش نحاولوا نخفوا شويه هاد الاعراض ديال هاد المرض هذا. ان شاء الله ما يكون عندك باس. وعندك سؤال ثالث واخير ياك لا سيدي. غامقه صباغه تاع الشعر غامقه مولي غامق. شكرا سمحوا لي بزاف. لا لا شو 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 بلاتي قبل ما تمشي دكتور عماد، انت دكتور في الصيدله، الناس اللي بسبب مرض او بسبب حاله مرضيه كانت عابره او كانت مزمنه كياخذوا لي زونتي انفلاماتوار. لي زونتي انفلاماتوار هما مضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب يعني. كنعرفوا انه الاستعمال الكثير والمتواصل والمتكرر لهذا النوع من الادويه كيقدر يؤدي المعده. اذا انت كصيدلاني باش كتنصح لا سميره وكاع الناس اللي كيتصنتوا لنا هذا الصباح، ملي الانسان كيخصو ياخذ لي زونتي انفلاماتوار كاين واحد الحاجه سحريه اللي هي الضمادات ديال المعده اللي لي بونسمون غاستريك، وهادو ربما ما كنعطيوهمش حقهم، وحتى الناس في لا فارماسي ولا الاطباء ربما ما كيوصيوش عليهم. بغيتك تقول لنا كلمه على هاد لي بونسمون هادو وشنو الدور ديالهم في بحال هاد الحالات العلاج. نعم، فهاد لي بونسمون غاستريك ولا هاد المواد هادي اللي كتحبس لينا الافرازات المفرطه ديال الحموضه في على المستوى ديال المعده ديالنا، لان اصلا هاد الادويه او مضادات الالتهاب او الادويه اللي كتكون شويه قويه هي عباره على املاح او املاح حمضيه. اذا هاد الاملاح هذه اللي كتكون الحموضه ديالهم طالعه، فلما كتهبط الداس ديالنا زائد درجه الحموضه ديال لاسيد كلوريدريك او ذاك الحمض اللي كيكون عندنا في المعده ديالنا كترتفع اكثر، وهنا كنوليو كنشكلوا خطر على ذاك الغشاء ديال المعده ديالنا. فكاين اول حاجه كما شرتي لها وكنشكرك اختي سناء، اننا خصنا ناخذوا الادويه اللي كتنقص لنا من المستوى ديال هذا الحمض اللي في الغالب كيخصنا نشربوها في الصباح على الريق، هذا من جهه قبل من الوجبه ديال الفطور على الريق. وبعض الناس كدير واحد الغلط كتعشى وكتاخذها فهنا ما غتستافدش منها. ثانيا هاد الادويه اللي كتكون قويه كناخذوها وسط الماكله، كناكلوا شويه كنشربوا الدواء وعاد كنكملوا الماكله ديالنا، يعني كنغلفوه وسط الاغذيه، وهكا ما كيضرش بالصحه ديالنا. واش كاين واحد النوع ديال الاغذيه اللي خص الانسان ياكل وسط منها هاد لونتي انفلاماتوار او مضاد الالتهاب؟ غير ما تكونش الاغذيه اللي كتكون محمضه يعني تكون حامضه. نعم. او الاغذيه اللي كيكون فيها الملوحه بزاف او نعم. فيها السكريات بزاف. عاده ما كنعقل كانت واحد الفكره واش تصحح لنا هاد الصباح، واش مزيان الانسان ياخذها مثلا وسط واحد الكاس ديال الياغورت؟ الياغورت هنا في بعض الحالات كاين الناس اللي كتكون عندهم المعده كتضرهم ولا كتكون القرحه ديال المعده، فهنا كتزيد من الخطوره وكتزيد من الحده ديال الحموضه ديال الدواء. ناكلو عادي خبيز، ناكلو طريف ديال الخبيز، ناخذو شويه ديال الدواء ونكملو الاكل ديال الخبيز ديالنا. نعم. غادي تكون احسن. نعم. فهو خصنا نغلفوه، دائما ديروا في بالكم خص الدواء يتغلف باش ما يعطيناش هاد المشاكل. هذا من جهه هاد لي بونسمون غاستريك اللي هضرنا عليهم كيكونوا على شكل كبسولات او على شكل بودره كتدوب ولا في الماء. نعم كدوب ولا دي كومبريمي فيرفيسون. شحال المده المنصوح الاستعمال ديالها؟ فعلى حسب كل علاج معدل تقريبا. فاحنا نحاول نستعملوها مده من كتمشي حتى ل 20 يوم وكنرتاحوا 10 ايام وكنعاودوا نكملوها. نعم. 20 يوم اخرى، يعني دائما كنعطيو واحد شويه الراحه للداس ديالنا، هذا من جهه. وزائد ان مضادات الالتهاب المشكل الاخر هو كاين بعض الناس اللي كتاخذوا اكثر من القيمه اللي عطى الطبيب. نعم. مثلا انا نعطاني حبه وحده في النهار اللي هي امنه، كنوض لا خصو يحيد عليا الحريق لا نزيد جوج حبات. اذا هنا كنولي كنشكل خطر على الصحه ديالي. هو عموما يعني الالم او الحريق راه كل واحد والقدره ديال التحمل ديالو. نعم. واكيد على انه الانسان كيولي كيبحث في الدواء على واحد الحل، على واحد المسكن اللي غادي ينقص عليه ديك الحريق. لا سميره عندها مشكل الروماتيزم، الناس اللي كيتصنتوا لينا هذا الصباح شنو الوصفه اللي غادي تقدم لهم دكتور عماد للمساعده على تسكين الالم؟ نعم، فهنا غادي ناخذوا وصفه اللي غادي نخليو فيها
حيت الاهم في هذا المشكل هذا ديال الروماتيزم هو تحسين الدوره الدمويه. الدوره الدمويه تمشي بطريقه سليمه يعني تمشي مزيان. اذا هذه وصفه للدلك للاستعمال الخارجي. لا غادي نديروها للشرب بعدا يعني واحد الشاي للشرب للدوره الدمويه ومن بعد نديروا وصفه للدلك. اذا غادي نديروا معلقه صغيره ديال المرد الدوش لا مارجولين مهمه جدا وغادي نديروا معلقه صغيره ديال البابونج وغادي نديروا معلقه صغيره ديال الحبق البلدي. اذا غادي نستعملوا مرد الدوش يابس يعني مجفف، معلقه كبيره ديال البابونج حتى هو ازهار مجففه، معلقه صغيره ديال الحبق البلدي مجفف يعني يابس. نعاود معاك، البابونج معلقه كبيره. كبيره نعم. المرد الدوش يابس معلقه كبيره. نعم. و معلقه صغيره ديال الحبق البلدي حتى هو ميبس. ميبس هادو كلهم في المعشبه غادي تلقاهم لا سميره وكاع الناس اللي عندهم مشكل روماتيزم. غادي نزيدوا عليهم جوج كيسان كبار ديال الماء مغلي، نخليهم يطلقوا سبع ساعات يعني سبعه ديال السوايع، غنصفيو هذاك المحلول يعني اون انفوزيون اللي غادي تبقى بوندون سيتور سبعه ديال الساعات فوالا. وغادي نصفيو هذاك المحلول في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس ونحطوها في الثلاجه. نوليو ناخذوا نص كاس صغير دافي من هذا المحلول هذا كل صباح نص ساعة بعد الفطور. نعم. وكنداوموا عليه دائما، فهو كيعاون على الارتخاء، كيعاون على الراحة، وكذلك كيعاوننا باش الدورة الدموية كدور بطريقة سليمة. هذا هو الوصفة للشرب. بالنسبة للدهن والحريق ديال المفاصل فغادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الزعيطرة. تيمون مادة مهمة لهذه المشاكل هذه ديال الحريق اللي كنلقاوه في الزعيطرة لو تان. معلقة صغيرة ديال الزعتر. هنا ديال الزيوت الطبيعيه. لا ديال يعني ديال النبته العشبه تكون مجففه. اذا معلقه صغيره ديال الزعتر مجففه. اييه. معلقه صغيره ديال الزعتر يابس يعني مجفف. اذا كاين فرق بين الزعتر والزعتر كنعاودوا ناكدوا عليها. اكيد فرق النبته واللوريغون يعني إيه؟ جوج ديال الاشياء اللي مختلفه. ورقه ديال سيدنا موسى. لينالول حتى هو في ورقه سيدنا موسى مهم جدا لهذ الالم. كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون. حمام مريم نحطوه في حمام مريم مده ديال نصف ساعه ونخليوه ليله باش هاد المكونات تلق في بعضياتها. والصباح كنصفيو ديك الزيت وكندهنوا بها البلايص اللي عندنا فيهم الحريق ولا اللي كنحسوا بهم الحريق كل ليله، وكنداوموا على هاد الوصفه حتى كنحسوا بالراحه. يعني هاد جوج وصفات كناخذوهم في نفس الوقت يعني يوميا وان شاء الله غادي نلقاو عليهم راحه. الا سمحتي لي غادي نعاود نشرح طريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفه. التحضير واحد الخلطه ديال الزيوت هادي للدلك بوغ لو ماساج، الدلك الموضعي البلاصه اللي الناس عندهم فيها مشاكل ديال الروماتيزم، ونتمنوا انها تكون شفاء ان شاء الله لكم وتساعدكم على العلاج وعلى تسكين الالم. غتاخذي لالا نص كاس صغير عفوا ديال زيت الزيتون او زيت العود، غادي ديريه في واحد الكاسرونه. اكيد في الدار كل سيده في كوزينتها عندها واحد الكاسرونه اللي كنستعملوا فيها تحضير الوصفات الطبيعيه وخاصه ديال الدكتور عماد لانها ناجحه وامنه. اذا كاس صغير ديال زيت الزيتون، غادي نزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الزعتره يابسه، معلقه صغيره ديال الزعتر يابس، وورقه ديال سيدنا موسى تكون مزيانه ورقه. غادي تقدروا تغسلوها كاع وتيبسوها. هادشي كله غديروه على داك زيت العود كاس صغير، وهذيك الكاسرونه غديروها في كاسرونه اخرى او في الطنجره اللي فيها الماء، وغادي تحسبوا لها نص ساعه منين يبدا الماء يغلي، نص ساعه في حمام مريم، ثم غادي تخليوا داك الزيت في داك الكاسرونه وتغطيوها وتبات ليله كامله حتى كتطلق ديك الاعشاب وكتفاعل مع بعضها. ومن بعد لغد ليه غادي نصفيوها في زيت حياتي او في ديك الصفايه الرقيقه، وغادي نديروها في قرعه اللي لونها يكون غامق ما كيكونش كيدخل اشعه الشمس. وها هي الزيت غادي تبداو تستعملوها شحال من مره في اليوم؟ نديروها في الليل، ندهنوا فيها في الليل بها في الليل في البلايص اللي عندنا فيهم هذه المشاكل. نعم، وان شاء الله تخفف عليكم الالم. وبالنسبه للبابونج الكامومي مرد الدوش. نعم مرد الدوش لا مارجولين. والحبق البلدي. الحبق البلدي سي لو بازيليك. هادو ايضا الاعشاب اللي استعملنا في الوصفه الاولى اللي بها كنحضروا واحد المشروب اون تيزان ولا اون انفوزيون. نعم. اللي غتبداو كتاخذوا ايضا منها نص كاس صغير دافي كل صباح نص ساعه بعد الفطور. واضح دكتور عماد. نعم. الله يعطيك الخير. حنا طبعا مازال عندنا اسئله اخرى، وماذا بيا نتكلموا دابا على المشكل ديال الكزيما، لانه كثير من الاسئله تطرحات هذا الصباح على المشكل ديال الكزيما. نعم، فالكزيما واش الكزيما وراثي؟ الكزيما كتقدر تكون وراثيه او كتقدر تكون مفتعله، يعني الاستعمال المفرط ديال المواد الكيميائيه. وكما المثال اللي جات ديال الاخت ديالنا اللي عندها مشكل المستوى ديال الاصابع. أيه. فهذاك بدايه الكزيما، يعني كتكون بدايه ديال الكزيما
علاش؟ لان الداس كتنشف، كينشف منها الماء وما كيبقاش عندنا حمايه ديال البشره ديالنا. حنا كنشوفوا انه كثير من السيدات اجتهاد منهم خاصها كل شيء يخرج كيلمع. نعم. كتولي السيده في الدار كتاخذ جوج ثلاثه ديال المواد ديال التنظيف او المساحيق التنظيف. نعم. وكتخلطهم مع بعض. نعم. وهذه في حد ذاتها فيها خطوره. اكيد فيها خطوره لان كاين غازات سامه اللي كتنبعت من هذا الماء الا خلطنا هذه المواد هذه. نعم. مثلا غاز الكلور اللي هو غاز كيكون خانق وكياكل الكريات الحمراء. إيه؟ ومواد كيميائيه اخرى خصنا نردوا لها البال. مثلا دكتور عماد، واحد الخلطه كنا سبقنا تكلمنا عليها، التنظيف الحمام. نعم. والمراحيض، كاين السيده اللي غتشد المقاطع وتخلطوا مع جافيل، مع لو جافيل، يعني وهذه يعني قنبله، فهذه هي اللي كتعطينا الانبعاث ديال الغاز ديال الكلور. نعم. وهذه كتكون خطيره جدا، والعديد من السيدات وقع لهم الاختناق، والعديد من السيدات اللي مشاو في حالات مستعجله بسبب هذا المشكل هذا. إذا ما عمرك لالا ما تخلطي الماء ديال جافيل مع المقاطع نهائيا، هذه فيها خطر كبير، ابتعدي على هذه الخلطات. وإلا قدر الله وقع لنا هذا المشكل، ما نمشيوش كنجريو للحليب. العديد من الاخوات كيمشيو كيقلبوا على الحليب. نعم. ولا الاخوه اللي كيسمعوا لنا الله يوفقهم، الصباغه اللي كيصبغوا ولا اللي كيديروا الفيرني، منين كيتخنق بهذه المواد الكيميائيه كيمشيو ياخذوا الحليب، فالحليب كيرفع من درجه التسمم 10% لانه ثقيل، وكيخلي ذاك السم كيبقى ثقيل في الداس ديالنا. نعم. خصنا اتاي، اذا نشربوا اتاي. الا كان عندنا اتاي كنطبخوه وكنشربوه، فلي طانا اللي عندنا في اتاي هي من المواد اللي كتهبط السموم وكتبطل المفعول ديال المواد السامه او المواد الكيميائيه السامه. نعم. بالنسبة للمشكل الكزيمة، نعم، فالكزيمة الإنسان عموما خصو يتبع واحد العلاج أكيد بالأدوية مع الطبيب، خصو يتبعه، وفي الغالب كيكون علاج اللي كيكون معتمد على ليكورتيكويد باش كيكونوا هي عبارة على مضادات التهاب سريعة، والمساعدة في الطبيعة فغادي ناخذوا كريمة طبيعية. إيه؟ إذا زبدة الكاريتي، زبدة الكاريتي راه عندها مزايا كبيرة، ومن المزايا ديالها أنها كترطب وكتقاوم هذا المشكل هذا ديال الكزيمة. إذا غناخذوا 4 معالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نعم. ونزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال زيت الورد. و2 معالق كبار ديال زيت الخزامة. نعم. إذا نعاود 2 معالق كبار زيت الورد، 2 معالق كبار ديال زيت الخزامة، و4 معالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نخلطهم في حمام مريم حتى يتخلطوا مزيان ونحصلوا على محلول متجانس، نخليوه يبرد، وهذا الخليط هذا اللي كنحصلوا عليه كنحاولوا اننا نخليوه كما كنقولوا حنايا، او هذا الخليط اللي كنحصلوا عليه كنخليوه يبرد، يعني كتولي عندنا كريمه، وهذه الكريمه هي اللي كنوظفوا ككريمه مضاده للكزيما، كندهنوا بها البلايص كاملين اللي عندنا فيهم الكزيما. هذه الكريمه يمكن تدهنوا بها في الصباح وفي الليل وتداوموا عليها دائما، فهي غادي تعطيكم مساعده باش تخلصوا من هذا المشكل. هاد الكريمه شحال كتبقى المده الصلاحيه ديالها ملي تخلطها السيده؟ فهي كتبقى حتى 3 شهور، ما كاينش مشكل، لانها كريمه وهذه زيوت، يعني ما كاينش شي حاجه فيها الماء، فكتبقى محافظه. اذا هادو كاع الناس اللي اتصلوا بنا هاد الصباح تيسولونا على مشكل الكزيما يقدروا يستعملوها. نعم. حنا غادي نزيدوا نجاوبوا على اسئله اخرى. مرحبا. معك دكتور عماد، المزيد من الوصفات الطبيعيه، الان غادي نبقاو مع فاصل. دكتور عماد، اشنو هي الوصفه اللي غادي تنصح بها الناس والسيدات اللي عندهم افراط في الغده الدرقيه؟ كان السؤال شنو الاعشاب اللي تستعمل. نعم. شنو الاعشاب اللي مضره؟ فالاعشاب اللي سجلتها هنا اللي خطيره كثير على الغده الدرقيه، فكيجي في المرتبه الاولى المسخن من المواد اللي كيمكن يعني يعطيونا واحد الخلل في افراز الهرمونات ديال الغده الدرقيه. الزعتره ممنوعه على الناس اللي عندهم غده درقيه لان فيها التيمول. التيمول كيشبه في التركيبه ديالو بعض الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وهنا كيمكن يعطينا اضطرابات. اليزير لانه كيرفع لنا المستوى او الصبيب ديال الدوره الدمويه، وهنا كيمكن يعطينا مضاعفات. الخزامه حتى هي نحاولوا نتجنبوها لان كاين بعض الناس اللي كيستهلكوا الخزامه. القرنفل وواحد الماده كذلك اللي هي عدوه للغده الدرقيه اللي هو حب الرشاد. فالغده الدرقيه لما يكون فيها اضطراب نتجنبوا حب الرشاد، لان حب الرشاد كينقص لنا مستوى اليود في الغده الدرقيه وكيعطينا مشاكل واضطرابات ديال الغده الدرقيه. وزريعه الكتان حتى هي، لان لو ميسيلاج او هذه الماده هذه اللي كاينه في الغده الدرقيه عفوا في زريعه الكتان عندها اضرار خطيره على الغده الدرقيه. اذا النباتات اللي يمكن او الحميده او كما كنقولوا النباتات اللي كيمكن لها تتماشى مع الغده الدرقيه، فعندنا اللويزه
لويزا مزيانه. لويزا كنمشيو حتى الربعه ديال الورقات في اليوم ماشي مشكل، ونص معلقه صغيره مجففه. الزعتر حتى هو، فالزعتر خايب يعني ما كتصلحش، والزعتر فهو من المواد اللي كيصلح للغده الدرقيه، غير هنا الزعتر ناخذو نص معلقه صغيره في اليوم. اكيد اكل السمك والفوسفور واليود مهم جدا للغده الدرقيه، والخرقوم البلدي فالكركمين ماده جميله جدا، والناس اللي عندهم الغده الدرقيه كنصحهم يطيبوا بالخرقوم البلدي بزاف لانه مهم جدا للغده الدرقيه. نعم، بالنسبه ايضا للناس اللي سولونا او السيدات اللي طلبوا منا صباغه طبيعيه، عندنا اللون بني غامق وعندنا الشعر شاطئ. الشاطئ يعني الشاطئ غناخذوا ليه جوج معالق كبار ديال البابونج. نعم، غادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال الزيت الزعفران الحر. وغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال. نعم، ونص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس. إذا نعاود البابونج كناخذوا جوج معالق كبار، معلقة كبيرة ديال زيت الزعفران الحر، جوج معلق كبار ديال عصير البرتقال، ونص كاس ديال زيت نوار الشمس. هذا الخليط كنحطوه فوق العافية مباشرة حتى كتطلع الغلية الأولانية. من بعد كنهزو هذا الخليط هذا وكنخليوه ليلة كاملة حتى كيطلق في بعضياته، كندهنوا به الجلدة ديال شعرنا وشعرنا. غير هنا الصباغة كنديروا ساعة ونص في في في, في يعني في هذه الخلطة كنخليوها ساعة ونص، من بعد كنغسلوها. العملية كنديروها جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليها حتى كنحسوا أن الشعر ديالنا بدا كيتغير هذاك اللون ديالو كيرجع اللون اللي بغينا. بالنسبة يعني اللون البني فغناخذوا جوج معالق كبار ديال القهوة السريعة الذوبان، معلقة كبيرة ديال الكركادي، جوج أكياس ديال الشاي الأسود، وهذا الخليط كنطبخوه في جوج كيسان كبار ديال الماء حتى كيطبخوا مزيان وكيعقدوا. وهذا الخليط كندهنوا به الجلدة ديال شعرنا وشعرنا، نخليوه ساعة ونص حتى هو، وكنغسلوه جوج المرات في الأسبوع وكنبقاو مداومين عليه حتى كيتبدل اللون ديال الشعر ديالنا. بالنسبة للسيدات اللي عندهم مشكل ديال النفخ ديال العينين وتجاعيد العينين. فهنا غادي نديروا حاجة باش السيدة اللي عينيها منفوخين يبداو يتفشوا. فهنا غنديروا تقنية البرد والسخون. أيه. يعني الكريوثيرابي وعاوتاني لا تيرموثيرابي، يعني بجوج حوايج. إذا غادي ناخذوا العصير ديال الخيار، إذا الخيار كنحكوه مزيان كنسقطروه الزريعة ديالو بالقشرة كل شيء ديالو كنعصروه بالزيف ديال حياتي. داك الماء كنديروه في دوك لي كوب ديال الثلاجة اللي كنديروه في الثلاجة باش اللي كنديروه لي كلاسون. فوالا لي كلاسون كنخليوه أنه يتجمد. في إناء آخر كنطبخوا جوج معالق كبار ديال البابونج. نعم، مع كاس كبير ديال الماء، يعني كيطبخوا مزيان حتى كيعقدوا. إذا أش كنديروا؟ كندفيو هذاك الماء اللي فيه البابونج أو كنسخنوه، وكناخذوا كوب او مكعب ديال هذاك الماء ديال الخيار. اذا كندوزوا بالمكعب ديال الماء ديال الخيار على العين ديالنا او على حول العين ديالنا. إيه؟ كنخليوه ثلث ساعه وكنعاودوا نديروا كمادات بهذاك الماء الساخن ديال البابونج، كنحطوه فوق عينينا. يكون سخون ولا غير دافي؟ لا يكون سخون الدرجه اللي غنستحملوها، وكنحطوا دوك الكمادات على ديرهم السيده دي كومبريس يعني دلقطن. ديرهم بدلقطن ماشي مشكل، يعني تامبي بهم بداك المحلول ديال لاكامومي. نعم. ومن بعد ما ديري ثلث ساعة 20 دقيقة وانت كدوزي هذاك الكلاصون اللي فيه الماء ديال الخيار، واخا يجيك شوية بارد ولكن راه غيعطي واحد الانتعاشة رائعة. نعم. فمن بعد غادي ديري هذوك الكمامات. نعم. ديال يعني دوك ديال البابونج ديال الماء ديال البابونج بالماء ديال البابونج شحال الوقت؟ كنحطوه فوق العين ديالنا حتى كتبرد واحد 10 ديال الدقائق. واضحة. ومن بعد كنغسلوا العين ديالنا. هذه العمليه كنديروها نهاريا نهار لا وما كنقطعوهاش. جربوا هذه وردوا علينا. نعم. الخبر. يلا غادي نجاوبوا، مازال عندنا الشعر اللي ما كيطوالش دكتور عماد، والشعر اللي خفاف وتساقط الشعر. فهنا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الورد البلدي مطحون، وناخذوا معلقه صغيره ديال اليازير. نعم. كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطهم فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، من بعد كنطفيو عليه كنخليو ليله. كنصفيو هذا الخليط، وهذا الخليط كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليهم مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. وما نساوش الحاج صاحب 77 سنه اللي عنده الحكه ولكن البشره ناشفه جافه، شنو احسن وصفه للمساعده؟ هنا غادي نديروا كريمه للبشره الجافه، غنديروا ثلاثه معالق كبار ديال زيت لافوكا. إيه؟ جوج معالق كبار ديال زيت لوز الحلو،
وأربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نخلطوا هاد المكونات في حمام مريم حتى يتخلطوا مزيان، نحصلوا على خليط متجانس. من بعد هاد الخليط هذا كنخليوه يبرد، والكريمة اللي كنحصلوا عليها كنستعملوها كريمة مرطبة للجسم والذات يوميا. كنشكرك كثير دكتور عماد على كل هاد الوصفات، ولكن حنا للحديث بقية على